قالت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة قصد الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في يوليو الماضي. وأضافت الوزارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وإنذاراً لشركة صرافة وآخرين لشركتي مجوهرات، وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بالتزام 55 شركة عقارات وأربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.